هذا العرض سوف أضرب مجموعة من متعددات الحدود، وأتمنى أن هذا سيعطيكم الشعور الكافي بالثقة عندما يكون عليكم أن تضربوها بأنفسكم. دعونا نبدأ بمسألة بسيطة. لنفترض أننا نريد أن نضرب 2x مضروبة في 4x ناقص 5. حسناً، هنا سوف نستخدم خاصية التوزيع بشكل مباشر، وفي الحقيقة عندما نقوم بضرب جميع متعددات الحدود فإن كل ما نستخدمه هو خاصية التوزيع لعدة مرات، لكن دعونا نستخدم خاصية التوزيع. هذا يساوي 2x مضروبة في 4x زائد 2x مضروبة في ناقص 5، أو يمكنك أن تقول ناقص 5 مضروبة في 2x. كل ما فعلته هو أنني وزعت الـ 2x. العبارة الأولى ستساوي، يمكننا أن نضرب المعاملات، 2x ضرب 4x يعادل، يمكنك أن تعيد ترتيب عملية الضرب، هذا يعادل 2 ضرب 4 ضرب x ضرب x، أي ما يعادل 8 ضرب x تربيع. وتذكروا أنه عند ضرب x للقوة 1 ضرب x للقوة 1 نقوم بجمع الأسس، أعني أنكم تعلمون أن x ضرب x يساوي x تربيع، إذن العبارة الأولى تساوي 8 x تربيع، والعبارة الثانية ناقص 5 ضرب 2 تساوي ناقص 10 x. ليس سيئا، دعونا نقوم بحل واحدة أخرى. لنفترض أن لدينا 9x تكعيب مضروبة في 3x تربيع ناقص 2x زائد 7. إذن مرة أخرى سوف نستخدم خاصية التوزيع هنا. سوف نضرب 9x تكعيب بكل من هذه العبارات. إذن 9x تكعيب ضرب 3x تربيع سوف أكتبه هذه المرة، أما في المسائل التالية سنبدأ بالقيام بهذا الأمر ذهنيا. إذن هذا يساوي 9x تكعيب مضروبة في 3x تربيع، ومن ثم لدينا، دعوني أكتبه بهذه الطريقة، ناقص 2x مضروبة في 9x تكعيب ثم 7 مضروبة في 9x تكعيب. في بعض الأوقات قد كتبت 9x تكعيب أولا، وفي بعض الأوقات قد كتبتها لاحقا لأنني أردت وضع الإشارة السالبة، لكن هذا لا يغير من الترتيب الذي نضرب به. إذن كم هو حاصل العبارة الأولى؟ هذه 9 ضرب 3 يساوي 27 ضرب x للقوة، بإمكاننا أن نجمع الأسس، لقد تعلمنا ذلك في درس خصائص الأسس. هذا x للقوة 5 ثم ناقص 2 ضرب 9 يساوي ناقص 18، و x ضرب x تكعيب تساوي x للقوة 4. أخيرا زائد 7 ضرب 9 يساوي 63 x تكعيب. إذن لقد انتهى بنا المطاف إلى متعدد حدود من الدرجة الخامسة. الآن دعونا نقوم بحل واحدة تحتوي على ضرب عبارتان ثنائيتا الحدود، وسوف أوضح لكم ماذا أعني بسرعة، سوف ترى هذا كثيرا في الجبر. لذا دعونا نفترض أن لدينا x ناقص 3 مضروبة في x زائد 2، وفي الواقع أريد أن أوضح لكم أن كل ما نفعله هنا هو استخدام خاصية التوزيع. لذا دعوني أكتبها بهذه الطريقة، ضرب x زائد 2، إذن دعونا نتظاهر أن هذا مجرد عدد كبير وهو كذلك. كما تعلمون إذا كان لدينا مجموعة من x فإن هذا يساوي عدد ما هنا، لذا دعونا نوزع هذه على كل من هذه المتغيرات، وهذا يساوي x ناقص 3 مضروبة في x المكتوبة باللون الأخضر،
زائد x ناقص 3 مضروبة في 2 المكتوبة باللون الأخضر. كل ما فعلناه هو توزيع الـ x ناقص 3، هذا عبارة عن خاصية توزيع. وتذكروا أنه إذا كان لدي a مضروبة في x زائد 2 فماذا تساوي؟ هذا سيساوي a مضروبة في x زائد a مضروبة في 2. إذن a مضروبة في 2 إذن هنا يمكنك أن ترى أنه عندما x ناقص 3 تعادل a فإننا نقوم بتوزيعها. والآن سنستخدم خاصية التوزيع مرة أخرى. في هذه الحالة سوف نقوم بتوزيع x الآن على x ناقص 3، سوف نقوم بتوزيع 2 على x ناقص 3. ربما أنك قد اعتدت على رؤية الـ x على الجانب الآخر، لكن بأي طريقة فأنت ستقوم بعملية الضرب. إذن هذا يساوي، سأستمر بالتلوين، هذا يساوي x ضرب x ناقص 3 ضرب x زائد x ضرب 2 إنني أتحمل عناء هذا حتى أستمر بتلوينها لكم، أعتقد أن هذا سيساعدكم. ناقص 3 ضرب 2. كل ما فعلته هو توزيع الـ x وتوزيع الـ 2، وقريبا سوف تعتادون على هذا. يمكننا القيام به خطوة بخطوة، فأنت في الواقع تضرب كل عبارة هنا بكل عبارة لاحقة، وسوف نجد طرقا أسرع في المستقبل للقيام بهذا، لكنني في الحقيقة أريد أن أوضح لكم الفكرة هنا. كم يساوي هذا؟ هذا يساوي x تربيع، وهذا يساوي ناقص 3x، وهذا يساوي 2x، ومن ثم هذا يساوي ناقص 6. وبالتالي فالناتج يكون x تربيع ناقص 3 من شيء ما زائد 2 من ذلك الشيء، وهذا يساوي 1. إذن ناقص x ناقص 6. لقد ضربنا هذه. الآن وقبل أن نستمر ونقوم بحل مسألة أخرى، أريد أن أوضح لكم أنه يمكنكم أن تقوموا بذلك ذهنياً. لا يتوجب عليكم أن تمروا بكل هذه الخطوات، فقط أردت أن أوضح لكم أن هذا عبارة عن خاصية التوزيع. الطريقة الأسرع للقيام بهذا، إذا كان لدينا x ناقص 3 مضروبة في x زائد 2، فأنتم في الواقع ستضربون كل عبارة هنا بكل من هذه العبارات، لذا ستقولون هذه الـ x ضرب تلك الـ x، وستحصلون على x تربيع. x هذه ضرب تلك الاثنين، وهذا يساوي 2x. ثم لدينا ناقص 3 ضرب x، ثم لدينا ناقص 3 ضرب 2 أي ما يساوي ناقص 6. ولذلك عندما تضربون مرة أخرى ستحصلون على x تربيع ناقص x ناقص 6، وهذا يحتاج إلى بعض الممارسة كي تعتادون عليه لاحقا. الآن الشيء الآخر الذي أود القيام به، هو الشيء الرئيسي، هو أنها نفس الطريقة تماما، لكنني سوف أضرب عبارة ذات حدين بعبارة ذات ثلاثة حدود، وهذا ما يعتبره العديد من الأشخاص متعبا، لكننا سنرى إذا بقيتم هادئين فإن هذا ليس سيئا للغاية. 3x زائد 2 مضروبة في 9x تربيع ناقص 6x زائد 4. الآن كيف تستخدم نفس الطريقة التي اتبعتها في العرض السابق؟ يمكننا أن نأخذ 3x زائد 2 ونوزعها على
كل من هذه العبارات الثلاث نضرب 3x زائد 2 بكل من هذه العبارات، ومن ثم نوزع كل من هذه العبارات على 3x زائد 2، وسوف تتطلب وقتا طويلا، وفي الحقيقة لن نقوم بضربها بهذه الطريقة، لكنك ستحصل على نفس الإجابة التي ستحصل عليها عندما يكون لديك متعددات حدود أكبر من هذا. فإن الطريقة الأبسط التي يمكنني أن أفكر بها لكي أضرب هي كيفية القيام بعملية ضرب الأعداد الطويلة، سنكتبها بهذه الطريقة: 9x تربيع ناقص 6x زائد 4، وسوف نضرب ذلك ب 3x زائد 2. وما أتخيله هو عندما تضربون أعداد عادية يكون لديكم منزلة الآحاد، منزلة العشرات، ومنزلة المئات، أما هنا لدينا منزلة الثوابت، منزلة الدرجة الأولى، منزلة الدرجة الثانية، ومنزلة الدرجة الثالثة إذا كانت موجودة، وفي الواقع أنها موجودة في هذا العرض، لذا عليك أن تضع الأشياء في مكانها المناسب. دعونا نفعل ذلك. سنبدأ من هنا نضرب بالضبط كما نفعل بالضرب التقليدي: 2 ضرب 4 تساوي 8، وتذهب إلى منزلة الآحاد أو منزلة الثوابت. 2 ضرب ناقص 6 يساوي ناقص 12x، أو 2 ضرب ناقص 6x يساوي ناقص 12x. إذن ناقص 12x، وسنضع زائد هنا: 2 ضرب 9x تربيع تساوي 18x تربيع، إذن نضع هذا في منزلة x تربيع. الآن دعونا ننتقل إلى جزء 3x، أفعل ذلك باللون الأرجواني، وكما ترون فإنه مختلف: 3x مضروبة في 4 تساوي 12x، كم حاصل هذا؟ 3x ضرب ناقص 6x، x ضرب x يساوي x تربيع، لذا سيذهب إلى هنا، وثلاثة ضرب ناقص 6 يساوي ناقص 18، الثلاثة x ضرب 9x تربيع، x ضرب x تربيع تساوي x تكعيب، ثلاثة ضرب 9 تساوي 27، لقد كتبتها في منزلة x تكعيب. ومرة أخرى ستقوم بجمع العبارات المتشابهة فتحصل على 8، لا يوجد أي ثابت آخر، إذا لدينا 8 فقط. ناقص 12x زائد 12x هذان يتم حذفهما، 18x تربيع ناقص 18x تربيع يتم حذفهما، لذا يتبقى لدينا هنا 27x تكعيب، إذن هذا يساوي 27x تكعيب زائد 8، وانتهينا. ويمكنك استخدام هذه التقنية لضرب عبارة ثلاثية الحدود بعبارة ثنائية الحدود، أو في الحقيقة كما تعلم يمكنك الحصول على 5 عبارات هنا: عبارة من الدرجة الخامسة ضرب عبارة من الدرجة الخامسة، هذا سينجح دائما طالما أنك تبقي الأشياء في منزلتها المناسبة.